ونحن نقول هناك أولويات. أولا إعمار المدينة وضواحيها وقراها، وأن يتم التعامل مع كافة وكل مكونات الموصل على أنهم أبناء الموصل دون تمييز، ورفض أي تغيير في الخارطة السكانية أو توطين المهجرين في مخيمات زحري. وهذا الأمر لن يتم إلا بتشكيل هيئة شعبية باسم هيئة إعمار الموصل، وهذه الهيئة يجب أن تشرف عليها المحافظة وأن تبسط لها موازنة مناسبة وكافية وعادلة، وأن يشرف جميع أبناء الموصل. الموصل فيه إمكانيات وفيه كفاءات كثيرة، يجب أن تتاح لهم الفرصة في إعادة إعمار مدينتهم. لو سمح لأهل الموصل، ونحن أكثر من عام، أن يشكلوا هذه الهيئة ويقدموا دراسات حقيقية لكان الآن الواقع مختلف. من ضمن الأولويات هو إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة من خلال تطبيق استراتيجية وطنية شاملة. أيها الأخوة الكرام، عندما نتحدث عن الأمن قد يتوهم البعض أن الأمن هو فقط مسؤولية العسكر. لا، الأمن في الأساس هو استراتيجية سياسية. وبمناسبة حديثنا عن الأمن وتشريف السيد قائد عمليات نينوى لهذا المجلس المبارك، نشكره على حضوره والوفد المرافق له، ونرحب به في هذا المكان أجمل ترحيب. ونحن بحضرة الموصل، الموصل مصنع الأبطال، الموصل خرجت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الضباط ومن خبرات الجيش العراقي،